صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 70 لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 60 لسنة 2013 بتعديل الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامه وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء